السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة المغرب في أثيوبيا أو رقم السفارة المغربية في أثيوبيا. رقم التليفون هو 00251 11 55 31 700. يبقى تاني رقم سفارة المغرب في أثيوبيا أو رقم السفارة المغربية في أثيوبيا 00 25 31 55 31 700. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.